بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع يشوع من أول إصحاح 3، نكمل به رحلة القائد العظيم يشوع. مرة اللي فاتت اتكلمنا عن قصة رحاب، وشفنا فكرة الإيمان والأعمال إزاي سحبوا إنسانة أممية زانية لتنضم إلى شعب الله. وبرضه يمكن نسيت أقول لكم أن رحاب مش بس ذكرها بولس ويعقوب، ذكرها إنجيل متى في أول إصحاح في العهد الجديد كجدة من جدات المسيح. إذا تحولت من امرأة أممية إلى أنها تبقى جدة قديمة قوي من جدات ربنا يسوع له المجد، لأنه جابت بوعز اللي بعد كده خد رعوس وبقى يعني جدة داود النبي، يعني الأجيال جت بعد كده إلى أن وصلنا إلى ربنا يسوع له كل المجد. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن. يشوع بعد ما جاله الجواسيس بالأخبار المفرحة إن الأرض خايفة منه، وإنه عرفوا سكة أريحة، وإنه يعني الشعوب كلها مرعوبة منه من اللي معاه، يعني هو كمان إيمانه شد حيله كده وتشجع وبكر في الغد. خد بقى المهمة باهتمام شديد وقال لهم يلا نتحرك في اتجاه نهر الأردن عشان نعدي. وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه. كان زمان من وقت موسى تابوت العهد هو قائد المسيرة، ولما كان عمود السحاب يطلع لفوق يعرف موسى ان ربنا بيقول يلا نتحرك، الكهنة تشيل التابوت وكله يلم الخيم ويمشوا طابور طويل يتقدمهم عمود السحاب ويتقدمهم الكهنة حاملي تابوت العهد، عشان يبان دايما فكرة ان ربنا يتقدم الطريق، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع ابدا. اذا حكاية ان ربنا يمشي قصادنا زي ما كان موسى النبي يقول له ان لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا. فيشوع مكمل المسير قال لهم لما تشوفوا التابوت تتحرك كله يتحرك، ما حدش يتحرك من مكانه إلا لما التابوت يتحرك. ده معناه إيه؟ ربنا يسوع له المجد لازم يبقى هو قائد المسير، لأن التابوت إشارة إلى المسيح له المجد وموته وقيامته، لأن التابوت جواه لوحي الحجر كلمة الله، ولأن التابوت حتى في كلمته معناها رمز للموت المقدس، الموت اللي يعقبه القيامة، ولأنه يرمز إلى عرش الله كان حواليه الكروبيم اللي من خلاله بيتكلم ربنا. فإذا التابوت يمثل حضور الله ويمثل الموت والقيامة. اللي ماشي ورا المسيح يقف مطرح ما يقف ويمشي زي ما يمشي ويعمل زي ما المسيح بيعمل. عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه ارتحلوا من أمامكم وسيروا وراءه، لكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه. يعني ايه المعنى ده؟ هم لو كبسوا قوي على التابوت، التابوت مهما كانوا شايلينه الكهنة يمكن اللي ورا مش هيشوف كويس، انما عملوا مسافة بعيدة 1000 ذراع بين الكهنة اللي ماشيين بالتابوت وبين الشعب، عشان كل الشعب يقدر يبقى شايف القيادة ماشية ازاي. برضو دي فيها معنى تاني، الحرص ان محدش يقرب من التابوت، لانه التابوت ممكن يعني القداسة بتاعته تقل لو في ناس اتعودت انها تدخل المذبح زيادة وتدخل وتطلع، قد تتهاون في احترام المذبح. فربنا عاوزهم يحسوا بعظمة التابوت واللي فيه وبمكانة الكهنة، فعمل مسافة بين الكهنة حامل التابوت وبين كل اللي هيمشوا بعد كده، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. برضو المعنى ده مهم، السكة دي انتم مش عارفينها، أنا اللي عارف ربنا يعني بيقول، طبعا ربنا هو اللي سايق الكهنة والتابوت، فما تمشوش بدماغكم، امشوا ورا الكهنة اللي ماشيين ورا المسيح. وده مثل مهم قوي لحياتنا الروحية، خلي في حياتك أب اعتراف يتمثل بالمسيح، تقوم تمشي ورا أبوك اللي ماشي ورا المسيح، أبوك اللي شايل الذبيحة على إيديه تمشي وراه،
انما تمشي ورا اي حد يمين وشمال، طب ما انت هتضيع، انت مش عارف السكه، ودي سكه كنعان، سكه الابديه، سكه العبور، سكه انت عمرك ما مشيت فيها قبل كده، فما تمشيش بدماغك. وقال يشوع للشعب: تقدسوا، لان الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. برضو يشوع كان يخاطب الشعب من خلال العرفاء زي ما اتفقنا في اول مره، لان واحد بيكلم مئات الالاف هتوصل ازاي الرساله؟ الرساله اللي عاوز يقولها يجمع العرفاء وكل عريف يوصل للي بعديه وهكذا. قال لهم رساله مهمه: تقدسوا، الرب يصنع غدا عجائب، يعمل غدا في وسطكم عجائب. اذا ربنا عشان يعمل عجائب، لان هيعدوا الاردن ازاي، دي لازم معجزه، لكن لان يشوع عبر مع موسى زمان نهر البحر الاحمر، كان عنده فكرة انه ممكن ربنا يعمل كده تاني. هو مش عارف ربنا هيعمل ايه بالظبط في موضوع الاردن ده، لكن هو عارف ان ربنا هيتصرف بشكل عجيب. وهنا يبان عظمة ايمان يشوع. يشوع ما بقاش عارف بالظبط اللي هيحصل، لكن متأكد ان كل اللي هيحصل خير، متأكد ان ربنا هيعمل عجائب في وقته وبالطريقة اللي هو شايف. ربنا لغاية دلوقتي ما قالوش الاردن هينشف وهتمشي على الارض، ما قالوش. هو عارف انه لما يوصل للنهر، النهر لازم هنشوف لنا صرفة فيه، ربنا عنده حل، انما يسوع مش عارف الحل. قال لهم بس عشان ربنا يعمل عجائب يحتاج الى كلمة مهمة قوي: تقدسوا. كان زمان طلب موسى الوحيد صدقوا وشوفوا ربنا يعمل ايه، قفوا وانظروا، خلاص الرب، ربنا هيعمل معجزة وهيعمل العجائب. وفعلا اتشق البحر وعدى أجداد أبائهم قبل كده البحر ودخلوا سينا. دلوقتي مش كفاية صدقوا بس، انتوا النهاردة عندكوا سفر اللاويين وعندكوا سفر التقديس وعارفين الشريعة وعارفين المطلوب. صدقوا وتقدسوا. تقدسوا يعني ايه؟ يعني اعملوا الصح، تطهروا طبعا حسب الشريعة اليهودية، ابعدوا اي حاجة نجسة في حياتكم، بطلوا الخطية. إذا يكمل شرط الإيمان بشرط التوبة إلى أن تنتهي الحكاية بحياة قداسة. فالتقديس هو امتزاج الإيمان بالتوبة بالأعمال الصالحة بالأسرار، بعد كده زي ما هنشوف الفكرة بتاعت عبور الأردن كده، فكرة تقدسه، الرب يصنع غدا في وسطكم عجائب، وكونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. يبقى دايما اللي يبتدي يبقى الكهنة الأول، والعبور رحلة الخروج من العالم، المثل الأعلى يبقى الكهنة، عهد قديم وعهد جديد. شيلوا التابوت وامشوا قدام الناس يمشوا وراكم. التابوت إما رمز النهاردة الجسد المسيح ودمه، إما رمز لكلمة ربنا. يعني إحنا كهنة نشيل الذبيحة الناس تمشي ورانا، نشيل كلمة ربنا الناس تمشي ورانا، وبالأسرار وكلمة ربنا تلمذة وقداسة الناس كلها تدخل على السم. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. فقال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل. يا رب احنا مشغولين بالخلاص والعبور وكده، ربنا عاوز يقول له: عارف يا يسوع، انا ضامن حكاية العبور هتخلص وكله هيمشي كويس، انا بس شايفك لسه قلقان على مركزك، لسه خايف انك تسد مطرح موسى ابوك. انا حبيبي هخليك عظيم في عينين الناس. يا رب ده شغلك في مئات الالاف وملايين. يقول له: وانا عارف ان انت لسه مش واثق في نفسك كفاية، انا هكبرك النهاردة. تحس ان ربنا حنين قوي، يشوع مركز في الشغل وراه مهمة ضخمة، وطبعا حاسس بقلق جواه لسه، لانه لسه بيبتدي رحلته، وربنا بيقول له: ده انا هكبرك. اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. واما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن. جت وصية تاني، هو قال لهم: يا كهنة شيلوا التابوت وتحركوا، وإحنا هنعمل مسافة ونمشي وراكم. وبعدين قل للكهنة: لما توصلوا لضفة مية الأردن ادخلوا وقفوا جوه الأردن، ما تمشوش. حاضر. فقال يشوع لبني إسرائيل: تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم،
وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحسيين والحويين والفرديين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. ده طلع الشغلانة اللي قدام يشوع أكتر من اللي كانت قدام موسى. ده لسه في شعوب كتيرة قوي جوه كنعان، كل ده لازم هيتكنس عشان يدخلوا يقعدوا مطرحهم. هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابرا أمامكم في الأردن. يبان برضو إيمان يشوع أنه بيقول لهم ده ربنا هيطرد من قصادكم كل الشعوب. طب أنت لسه ما شفتش الشعوب دي؟ قال ولو حتى لو ما شفتهاش أنا عارف ربنا هيعمل إيه، أنا مصدق، أنا واخد كلمة من ربنا. وبمنتهى الثقة ينفخ الحماس في كل الناس يقول لهم يلا نعدي الأردن عشان ندخل بقى ونورث الأرض اللي وعدنا بيها من زمان ربنا. وقال لهم هنا هو ده تابوت عهد السيد كل الأرض. يعني انتوا فاكرين ربنا ده بتاعنا بس؟ ربنا ده بتاعنا وبتاع الدنيا كلها، لو مش عاجب الدنيا مش مهم، بس هو سيد كل الأرض فمحدش هيقدر يقف قصادنا. عابر أمامكم في الأردن، فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. هم زي ما تقولوا شايفين كده المية جاية من علو ونازلة جامد زي الشلال الصغير كده، فهم مش متخيلين هيدخلوا في المية دي ازاي، دي مية عالية. المية اللي نازلة من بعيد دي شكلها يخوف، نازلة كده من فوق لتحت ومندفعة. طبعا الناس شايفة المنظر من بعيد حاسة احنا هنعدي ازاي في المية العالية دي، وبعدين المية ما وقفتش واحنا عمالين نقرب من الأردن. فيشوع بمنتهى الثقة من قبل ما حد يقول قال لهم ما تخافوش المية هتقف، وهتقف لكم كده ند، يعني تقف زي السور وسطكم لغاية ما تعدوا. تنفلق وتقف ندا واحدا، ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حاملوا تابوت العهد أمام الشعب، عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد وقفت المياه المنحدر. يعني إيه؟ الكتاب المقدس حريص انه يقول ان ده ما كانش موسم من مياه توطى مثلا عشان يقولوا يعدوا، لا ده الاردن مليان ودي ايام حصاد، يعني المياه عاليه ومحدش متخيل هيعدوا ازاي في المياه دي. انما اول ما الكهنه اتغمست رجليهم في المياه زي المياه بتجري منهم كده، فالتابوت يدخل والمياه تجري، التابوت يدخل والمياه تجري منه لغايه ما المياه وقفت كده سور يمين وشمال زي زمان ايام موسى النبي لما بالعصايه شق البحر. طب المره دي مفيش عصايه ليه؟ مفيش عصايه بس في تابوت، والعصايه رمز للصليب والتابوت برضو رمز للصليب لانه معمول من الخشب، والعصايه رمز للموت والقيامه زي حكايه الحيه اللي ترجع تاني عصايه، وكمان التابوت رمز للموت والقيامه لانه يحمل كلمه الله، وده في ايد موسى والمره دي على يد يشوع. إذا فكرة العبور دايما مرتبطة بالإيمان بالفداء بالصليب بالمسيح له المجد، قائد المسيرة المنتصر اللي ينقلنا ويعبرنا من الموت للحياة. برضو إذا كان عبور موسى أولا إشارة للمعمودية، فعبور يشوع ثانيا إشارة إلى الخروج من الحياة. يعني إيه؟ إحنا لما تعمدنا الموت اتكسر جوانا، إنما لسه الجسد زي ما هو. بمعنى ايه؟ لما خرج الواحد من المعمودية بقى ابن ربنا، وبعد كده الروح القدس سكن فيه بالميرون، لكن لسه فاضل خطوة على اتمام الخلاص لما يخلع هذا الجسد. اذا العبور الاخير هو خلع الجسد للتمتع بالابدية السعيدة. احنا بدأنا الخلاص بالمعمودية لما تعمدنا وانتصرنا على الموت اللي جوانا، ويكمل الخلاص بخلع الجسد الميت والتمتع بجسد القيامة الممجد. فكأن في مرحلتين للعبور، العبور الأولاني من مصر إلى سينا، وسينا دي رحلة العمر كله اللي تنتهي بقى بالعبور من سينا إلى كنعان، الخروج من الجسد إلى حرية مجد أولاد الله.
عند اتيان حامل التابوت للاردن وانغماس ارجل الكهنه حامل التابوت في ضفه المياه والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد، وقفت المياه المنحدره من فوق. تصوروا ميه نازله مندفعه من فوق لتحت وتقف، طب تقف ازاي؟ يعني مش بس ميه جايه يمين وشمال وقفت، نقول مثلا في صخره قابلتها ولا حاجه، لا ده ميه جايه من فوق، طب حاجه تنزل من فوق تقف ازاي؟ وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن إدام المدينة التي إلى جانب سرتان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريح. كانوا هم بيعدوا شايفين أريح اللي حكى لهم عنها الجاسوسين، لأنها من أوائل البلاد اللي هتقابلهم على الضفة الثانية. إذا هم شايفين أن لسه فيه يعني معركة أخرى مستقبلاهم، هي معركة أريح، ومش عارفين هيقابلوها ازاي اريح المدينة الحصينة دي. برضو هنا ذكر كتاب يشوع حقيقة مهم، ان يشوع قال هاتولي واحد من كل سبط من ال 12 يشيل حجر من مطرح ما واقفين الكهنة. ليه؟ قال لهم لان بعد ما الكهنة هيخرجوا والشعب كله هيكون عدى، الحجارة دي هنكون خدناها من بطن البحر من ارضية البحر، هتبقى شاهد على اليوم ده، لأن يمكن نيجي بعد شهر شهرين سنة سنتين 20 50 سنة نحكي لأولادنا نقول لهم على فكرة ده احنا عدينا الأردن، يقول لك أنا مش مصدقك، هو في حاجة اسمها المية هتقف ولا هتبقى نازلة من فوق وتقف؟ نقول له طب تعالى نفرجك على حاجة تفتكر بيها، ايه رأيك في الحجر ده؟ بص فيه ده، الحجر ده مكانه قعر البحر، ايه اللي طلعه بره؟ نحكي لك الحكاية. الحجر ده أمارة وشاهد أنه في يوم من الأيام عدينا برجلينا على أرض البحر وخدنا حجارة من أرضية البحر، وهي دليل قدام العيون لأنها تتحط بره على الشاطئ. والدليل ده مش لواحد واثنين، ده لكل الأسباط، ولأن الأسباط عددهم مهولة، عددهم كبيرة في الوقت ده، لألا واحد يبقى مش عارف القصة، في شاهد عن كل سبط، في راجل عن كل سبط شال حجر من مطرح رجلين الكهنة. برضو حكاية رجلين الكهنة دي الإشارة، رجلين الكهنة دي زي رجلين الأباء الرسل اللي غسلها المسيح، فغسيل الأرجل اللي هي تقديس الكهنوت هنا له معنى كده، أنه ده اللي بيفضل شاهد مع الأجيال، أن ربنا استودع سره لكهنته اللي بيقدموا فكر المسيح للكنيسة، اللي بنتأكد من إيماننا ونتوثق من مسيرتنا الروحية من مجد إلى مجد وراء إلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن، يبقى خلي بالكم المنظر، التابوت في النص لسه والكهنة شايلينه واقفين في نص الأردن، والشعب يعدي يمين وشمال بالمئات الألاف وهم واقفين مطرحهم يعيني بعشرات الساعات، تحركوش التابوت ما يتحركش، زي مصلوبين مع التابوت، مصلوبين معاه في نص الأردن لغاية ما كل الشعب يعدي. وبعد ما كل الشعب عدى، أن الرب كلم يشوع قائلا انتخبوا من الشعب، دي الحتة اللي اتقالت قبل كده، 12 رجلا رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. واضح ان اليوم خلص، النهار طويل من الصبح بالليل بيعدوا، فقال لهم هتطلعوا تباتوا الليلة دي، خدوا معكم الحجارة دي. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع اعبروا أمام تابوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أسباط بني إسرائيل كي تكون هذه علامة في وسطكم، إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم هذه الحجارة تقولون لهم إن مياه الأرض قد الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. عند عبور الأردن انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. ففعل بني إسرائيل هكذا كما أمر يشوع، وحملوا 12 حجرا من وسط الأردن. طبعا أنتوا 12 حجر بفكركوا برضو بال 12 تلميذ في المستقبل البعيد، لما يبقوا الرسل هم أساس الكنيسة، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.
كما قال الرب ليشوع حسب عدد أسباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. يعني إلى يوم كتابة السفر ده في آخر أيام يشوع كانت النصب التذكاري ده موجود، ال 12 حجر اللي طلعوا من موقف الأردن. والكهنة حاملوا التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء. برضو التعبير ده مهم، أن الكاهن فينا أو أي خادم لازم يفضل يجاهد على إنقاذ كل نفس من شعبه، زي قبطان السفينة اللي يبقى آخر واحد يطلع من المركب لو هتغرق. فالواحد يبقى واقف وسط البحر لغاية ما كل أولاده يعدوا على خير. حتى انتهى كل شيء، أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب حسب كل ما أمر به موسى يشوع، وأسرع الشعب فعبروا. ولما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. وعبر بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة متجهزين، الجماعة الرجالة اللي قلنا هيحاربوا معاهم في كنعان عدوا هم كمان معاهم أمام بني إسرائيل كما كلمهم موسى، نحو 40,000 متجرد للجند. دول بس الرجالة بتوع السبطين ونص اللي عدوا عشان يكملوا مع أخواتهم رحلة استقرارهم في كنعان. عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريحة. المنطقة الأولانية دي اسمها عربات أريحة، زي ضواحي أريحة. في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. اليوم ده الناس بقت تبص ليشوع بيستعيد أمجاد موسى، زي ما موسى عبر آبائهم البحر الأحمر، النهاردة يشوع بيعبر الجيل الجديد نهر الأردن. كما كنت مع موسى أكون معاك. فابتدوا يبصوا ليشوع بمنتهى الاحترام والهيبة، فعلا أنت رجل الله، أنت رجل المعجزات، أنت القائد العظيم اللي بعته ربنا، أنت شبيه بالمسيح الآتي. ربنا يسوع له كل المجد، المخلص الحقيقي من الخطية والموت. كلم الرب يشوع قائلا: مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. حتى الحركة دي لازم أمر. ربنا قال لي يشوع قل للكهنة اطلعوا يلا خلاص، بدل كل الشعب عد على خير يلا انتوا كمان سيبوا الأردن واطلعوا. فأمر يشوع الكهنة قائلا: اصعدوا من الأردن. فكان لما صعد الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب من وسط الأردن، واكتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها. لاحظوا دقة التعبير اللي استخدمه الكتاب. قال الإصحاح اللي فات مجرد انغماس أرجل الكهنة كان يوقف المية، ولما يكتذب بطن قدم آخر كاهن طالع من الأردن المية ترجع على طول تضخ ويرجع البحر زي ما هو. إلى هذه الدرجة الكهنوت له كرامة عند ربنا، وإلى هذه الدرجة المعجزة صريحة، كأن الكاهن يحط رجله المية تفزع، وأول ما يطلع رجله الماء ترجع تاني، عشان يحترموا الكهنوت ويعرفوا كرامة الكهنوت. ورئيس الكهنة ربنا يسوع له كل المجد، اللي كان البديل ليه في الوقت ده يشوع رجل الله. يقول اكتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، أن مياه الأرض رجعت إلى مكانها وجرت كما من قبل إلى كل شطوطه. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول، وحلوا في الجلجال. وساعتها عملوا بقى النصب التذكاري ال 12 حجر، واصبح شاهد للاجيال على المعجزه العجيبه دي، انه خرجوا من نهر الاردن الى المستقر الاخير كنعان اللي هتتوزع فيه الاراضي عليهم زي ما ربنا وعد موسى ويشوع. بعد كده ايه اللي هيحصل في كنعان؟ وهل الاستقرار ده هتبقى موضوع بسيط ولا لسه قدامهم شوط تاني؟ ده اللي هنشوفه في اللقاءات القادمه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.